تحية كبيرة لكل مشاهدي اس بي اي وبيروت سيتي وكل منصات اكيد صوت بيروت انترناشونال يوتيوب فيسبوك اكيد لايف دائما معكم من الحماس اللي عم نعيشه بنهاية بطولة لبنان. قبل ما بلش بدي اتوجه بشكل كبير لفريق العمل اللي عم يكون دائما معنا بالمباشر المخرج جورج خليل وكل الشباب يعطيهم الف عافية. اليوم اكيد موعد مباراة الثالثة وعنوانها يا 3-0 يا 2-1. بيروت اليوم على ارضه بده يرجع يحاول يصالح جمهوره ويرجع على المباريات ويرجع الى المنافسه على اللقب. بيسعدنا نرحب اليوم بمدرب نادي الحكمه اللي قدم موسم كثير كبير جو غطاس، خاصه بهيدا الملعب المباراه الثالثه بمواجهه بيروت، والى جانبي مثل العاده اكيد الزميل العزيز وليد دمياطي. ما عم نسمع بعض اليوم. ايه ابدا، الصوت عالي، جمهور بيروت اليوم بعقد، حاجزين له منيح للجيم. يعني شافوا الفرق بين جيم 1 وجيم 2، بدنا نحكي صراحه ويعني من دون تمييز، العصب الموجود عند جمهور الرياضي كان بالجيم 2 والصوت العالي والحماس فرق، عطى البوش لفريق الرياضي بالكوارتر الرابع. مش هيك اليوم فريق بيروت رح يكون جمهوره كثير جمهور ما جمهور الرياضي بوش بجيم الاول وبجيم الثاني. خبرنا جو رايك بالجيم الاول والجيم الثاني قبل ما نفوت بالجيم الثالث. كل العالم عم يسالني شو مين رح يربح اليوم، مين له افضليه. قبل ما نفوت هيك برايك شو صار بالجيم الاول والجيم الثاني؟ ربحانين بيروت بالجيمين، متقدمين 20 نقطة بعد في تقريبا كوارتر شوي، بعدين الجيم الثاني متقدمين 5-6 نقط بعد في 13 نقطة بعد في 3 دقايق ونص. ليك إذا بتطلع بالستاتستكس وايز أرقام بال 80 مينتس بالماتشين بيروت متقدم 76 من 76 دقيقة. إذا بتشوف النمبرز بيروت أرقامهم أحسن بس ما عم يقدروا يخلصوا الماتش. بالنتيجة بشوف مين ربح. رياضي اول جيم براس ارضه خطب الفوز، وعلى ارضه كان خسران لاخر 3 دقائق، عمل 2-0 which is عم بيقربوا يحرزوا البطوله. بس برجع بقول لك انا برايي وانا قلتها قبل، بيروت بعدهم ما عم يلعبوا منيح، بس ما في شك بيك كريدتس للرياضي والكوتشنج ستاف. يعني تو جيمز تكون خسران ترجع تربح. فينا نقول كوتش جورج رجع تفوق على كوتش احمد فران كوتش جو باول مواجهتين. ليك ما عمل ادجستمنت، بدنا نعطيه حقه، يعني على البريس فرض ما داون 24. يعني انا كنت عم احضر الجيم على التي في، كانوا اول جيم حاطين رياضي ب 15 دقيقة 36 نقطة، ذا لاست 15 مينتس عملوا سبيل ورن كثير كبير، واخر جيم عملوا رن 16-0. بعتقد الادجستمنت عم يعملها عم تكون مثمرة. هلا هو الكوتش جورج فوت 2-0. طيب هلا صعب تقطع الطابع على 1-2-2، يعني اللي عم يفرق الجيم بجيم 1 وجيم 2 عم يصير بريس 1-2-2 بالجيم. بجيم 1 عم بيقطعوا الطابة، عم يشوفوا حالهم فاضيين على الشوطة، عم ياخذوها they're not attacking the basket، عم ياخذوا الشوطة ما توفقوا فيها، بلش كيسيرجيو عمل زحطتين فرقوا الجيم. بجيم 2 ما عم يقدروا يقطعوا الطابة 6-7 مرات تيرن اوفرز وستيلز وشو اسمه. هلا صعب تقطع الطابع على 1-2-2. بدي اذكرك بالسؤال. لا ليك مش قصه 1-2-2، هي ال 1-2-2 اكيد عم تشيل، يعني عم تاخذ النادي بيروت لعبه بالطريقه اللي بده اياها النادي الرياضي. بس جيم 2 وائل بالفولد اوت اثر كثير، بعتقد لانه وائل اذا بتشوفه كان الوحيد انفولف تقريبا كل الماتش، هو اللي عم بحط نقط، هو الحامل الفريق على ظهره. خروج وائل بالفايف فاولز اثرت كثير كثير اثرت. برايس مثل اني برايس، يعني اكيد بتكون عنده برايس بريك الكوتش، واكيد اشتغل عليها هلا اكثر، بس بعتقد الجو الرياضي والجمهور والضغط وكل اللي صار هن اكثر من البرايس، يعني هن قدروا يطلعوا نادي بيروت من جو المباراه. 2-1 ولا 3-0؟ بدنا اسالكم تيناتكم شو وليد؟ انا بدي اساله شيء قبل. انا بقول 2-1. انا بقول 2-1 لقلك شغله، بيروت عم بيتقدم ومعنا عارف خلص المباراه، وصالح الماجري بعده لهلا ما شفنا شيء منه. يعني اذا صالح عم يحط اول جيم 6 بوينتس ثاني جيم 3 بوينتس عم تروح كلوز جيم للاخر، يعني اذا صالح ويل جيف يو 15 بوينتس مش اكثر 12 بوينتس مع ال 15 ريباوندز بعتقد رح يكون في حكي. هلا بس اليوم بيروت بلا هايك which is different كمان، يعني فور مان في شوط. هلا عندك جيرار، بس بعتقد جيرار كان لعب كثير ديفنس رح يعطينا اكثر. طيب انا بدي اسالك هلا، اذا مشي مثل ما مشوا بجيم 1 و2 بيكونوا عم يلعبوا عادي بلا وربحانين لنقول بيروت، لعبهم 1-2-2 حيقدر يعمل شيء يعني، ولا انفضحت وراء ال 1-2-2 هلا انفضحت وراء البريس، ولا معقول يطلع شيء من الارنب مثل ما بيقولوا جديد يربح الرياضي؟ يعني
باول جيمين كان عم يطلع هو ال 1 2 2 زون، معقوله بعد هلا تزبط معه 1 2 2 اذا بده يستعمل يعني خرطوشه هيدي كانت؟ ليك اكيد رح يضلوا يجربها، اذا مشيت معه بكون ثلاث مرات بكون نجح فيها، انا بعتقد كمان في يلعب زون اليوم، كوتش جورج جاجا ما حيضلوا على المان تو مان، بينما بيروت شفنا فيرست تو جيمز 90% من الديفنس تبعهم ضلوا زون، بعتقد ليك بعدها سيري طويله لو 2-0 انا برايي بعد بتقلب 100 قلبه، هلا عندك مثل ما عم نسمع الاحد بلا جمهور للرياضي، ما بعرف اذا مزبوط او لا، كمان جيم بلا جمهور بياثر كثير، هيدا اخر شانس برايي لنادي بيروت اليوم. اذا عمل 2-1 فتحت سريعا 3-0 بعتقد صارت مستحيل، يعني لتشوف ما بعتقد ولا مره بيست اوف 7 حدا كان خسران 3-0 و حتى بتاريخ الـ NBA مش صايره مش بس مره كان بعتقد هومنت من على الرياضي 2-0 رجع الرياضي عمل 4-2 هي بس 3 صعب كثير. ما بدنا ننسى كمان شغله انه وائل عرقجي كان غايب عن الدقائق اللي عمل فيها زون بريس على 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 فريق بيروت، وائل كان غايب ومشان كان عنده مشكله يطلعه طابه، هذا الشيء كمان اثر بالمباراه الثانيه بالمناره. وليد هل وقتها كان وائل ما في لعيب واحد، صلح لي جو، ما في لعيب واحد او لاعبين يطلعوا الطابه، وقت يكون عندك بريس عم يلعبوه از جود از الرياضي عم يلعبوه البريس بدك تو بوينت جاردز، بدك ما بدك تطلعه دريبل وبوينت جارد يطلعه، بدك تطلعه بسيستم، بدك تطلعه توقف طويل على النص، بدك توقف كل واحد محله، يعرف كل واحد محله وين يركض، يلي بيلقط طابه عارف انه انا وقت طلع الطابه المان صاحبي رح يكون هون وكذا، ومش بس تقطع طابه، بدك تقطع طابه وتاخذ باسكت هينه. لا لا ابدا ما بتعرف شيء غلط. ليك عم برجع لك البريز اذا لازم يطلعوا منها خلص بيروت، يعني ما بعتقد كبرت لعيبه بيروت والكوتش تبعهم واللعيبه الموجوده معهم عم بيوقعوا بشيء كثير صغير، بعتقد ما رح تكون تورنينج بوينت، بس كمان بكشوف الرياضي ريزدان صباح بدك شوف الرياضي صار له تو جيمز عم يبلش داون 15 20 بوينتس الرياضي، يعني اليوم ما بعتقد كمان يعني اليوم ليك ذيس جيم غانا بي ديفرنت، الرياضي باول ماتشين عم بيكون داون 15 20 بوينتس رجع يلحق وبيروت عم يكون ربحان ويخسر، اليوم از غانا بي ديفرنت توتالي، يعني بعتقد كمان بيروت في يلعب بفور جاردز يعني مع صالح اذا بلا جيرار في هي كان يوز نديم حدا مع رودريك هي كان بلاي سمول جارد. لكن الشباب اكيد وليد توقع 2-1 كوتش جو توقع 2-1 نحن حنسلم خلاص خلاص انت ما قلت شو انا انت شو هربت؟ هربت لا ما في هربت بدك تقول لا ما في انا حاسسها 2-1 كمان اليوم حتى نحن علينا مع العالم انا حاسسها لك كلمه انا حاسسها 2-1 انا حاسسها ايه؟ انا حاسسها 2-1 ما بعرف 2-1 اوكي تجربه ما بس نحن ناكلها لا لا, لا 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 لكن رح نرجع اكيد بعدها قليل نتابع المباراه لايف اكيد على الاس بي اي ونرجع معكم على الهاف تايم تنحكي شو صار باول تو كوارترز. الى اللقاء.